والسرور أن نضيف إلى بيئة التربية والتعليم بيئة إضافية لهذه المدرسة بافتتاح 4 غرف صفية لتكون بيئة صحية لطلابنا لتلقي العلم والمعرفة بين جدرانها. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر المحسن الكبير السيد فارس صالح محمود خليل فارس أحد أبناء هذه البلدة والموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. كما إنني أشكر باسمكم وباسم أهالي بتير هذا المتبرع الكريم الذي لا يألو جهدا ولا مناسبة إلا ويدعم هذه البلدة وأهلها. إن حرص البلدية على تقدم المسيرة التعليمية في هذه البلد ليجعلها دائما تفكر في أي مشروع أو خطة لدعم مدارس البلدة وبالتعاون مع مدراء ومديرات المدارس والأهالي وكل من يمد يده لخدمة التعليم والعملية التعليمية. في الختام أبارك لمدرسة حسن مصطفى هذا الإنجاز وأثمن حضوركم هذا الافتتاح وأهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قديمة جدا اللي بدعوا انها رومانية انها
قامت على اثار الرومان. انا جبت الدكتور مروان ابو خلف. مروان ابو خلف مسؤول كبير في عالم الاثار ومدرس في الجامعات الفلسطينيه من خبير زيت اولا. حكى انه هذا العقد، هذا الحكي قبل 25 سنه وانا معلمة في المدرسه، قال هذا العقد مملوكي، عقد الغرفه القديمه. وهاي الغرفة انبنت في أوائل أو أواخر الحكم العثماني لتكمل الكتاب ولتكون في بداية مدرسة للذكور. ومدرسة الذكور انتشرت على المبنى برضو وقفي اللي هو جنب الآن المبنى المجلس القروي أو البلدي. والميدان هذه ساحة وقفية تابع لهذا المبنى من الأصل، لأنه يعني أقولكم مش أقولكم حقيقة لازم تفهموها، إنه بتير أوقفها الملك عيسى أحد حفدة صلاح الدين، أوقفها لصالح مدرسة في القدس. معلش عشان الوقت ما بسمعوش غير هذا الكلام من حدا. فوقفية بتير تمتد من العين، من جسر العين إلى نهاية أبو زيد، بما فيه الطرق ومنطقة المية البركة والجسر، وحتى تصل لطريق أبو زيد نفسها، وهي ممسوحة ومؤجرة من قبل وزير الأوقاف لمركز حسن مصطفى الثقافي. الله يديم عشان يتبرع على المسجد. قد اخذ شخص كامل، وتعرفوا في بتير ان شخص كان يتبرع بمسجد، ولم يحدث في بتير انه مره انفردت سجاده صلاه عشان يجمعوا لبناء مسجد. تجربتنا في مجلس قرى بتير ومدينه بتير ان هناك كثير من المعطائين في بتير. نحن عندما اتصل معنا الأخ صالح فارس في نفس الليلة، توجهنا إلى أخونا أبو ربحي طارق، اللي كان عندنا هدف إقامة أو توسيع مدرسة حسن مصطفى الأساسية. فذهبنا وشربنا قهوة عند أبو ربحي، وقال هذه الأرض هي لورثة ربحي مصطفى ولورثة حسن مصطفى. وبعد ما تركنا أبو ربحي بأقل من دقائق رجع لنا التلفون وقال يا عمي إحنا متبرعين لإقامة هذا المبنى. فتصوروا كم تكون هذه السهولة العطاء في بتير. فنقول بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. ما سمعنا من الأستاذ جواد كذلك كيف أن المرحوم حسن مصطفى كان له دور في تأسيس ليس فقط هذه المدرسة ولكن في بتير ومن حولها. فلا بد أن تكون كلمة شكر، وإن شاء الله في ميزان حسناتهم. وكذلك طبعا لا ننسى أخونا المتبرع المحسن الكبير اللي هو الأخ صالح فارس، اللي يعني دائما كان يتصل ويطمئن على المدرسة ومعني في تقدم بتير. وكثير من الناس من أهل بتير طبعاً بيحرصوا على هذا التقدم. وعلى سبيل المثال
أنفقنا 750 ألف دولار على مدرسة بنات بتير الثانوية، كلها تبرعات من أهل بتير، كلها 750 ألف دولار تبرعات من أهل بتير. وقامت التربية والتعليم بإضافة بناء فيما بعد، يعني بإضافة طابق. ففي هذا الموقف مرة أخرى إن شاء الله بضل الفلسطينيين في العالم لا ينسوا وطنهم. أكبر دليل على ذلك أن أخونا صالح حقيقة باستمرار في تواصل مع مسقط رأسه، وليس فقط يدعم الأهل في بتير ولكن يدعم الأهل في الشتات في عمان، جمعية بتير الخيرية كذلك. إحنا نسمع أحياناً كيف نقدم الدعم لها، والكثير من أبناء بتير والشعب الفلسطيني ودائماً معطاء حقيقة. نتمنى أن نحتفل بمشروع آخر قريباً إن شاء الله بتمويل برضه من أهل بتير، وما بدناش تمويل أمريكا. وشكراً والسلام عليكم. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، مع كلمة المتبرع لإنجاز هذا المبنى فلنتفضل مشكورا. في البداية بحب أعرض عن حالي، أنا المهندس مصطفى عبد السعود مدير مشروع بيت لحم، وببقى طبعا أنا جاي بالنيابة عن مرأسي ولا فارس محمود خليل، وطلب مني طبعا إني أعطي الكلمة هاي. وشي طبعا بعد مع اللي سمعناه من الاستاذ جواد ومن المهندس ابو مصطفى، انه طبعا الشغلات اللي بيقوموها باهل البلد شغلات طبعا جيده وممتازه، ونحن بنشجع الجميع ومش بس بلده بتير وكل البلدات اللي حوالينا انه اللي في مجال يدعم ويساعد بأي شيء منيح بيشجع. أنا طلب من الأخ فارس صالح محمود خليل إني أعطي كلمة، بعث لي رسالة وبحب إني بس أقراها قدامكم على أساس تعرفوا إيش اللي تسمعوا إيش اللي هو طبعاً حقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعاً هذه الرسالة جاية من فارس نفسه وحابب أراكم إياها. بداية في مستهل كلامي أود أن أرحب بكم جميعا كضيوف أعزاء وأهل بلدتي الكرام بكل صدق وأمانة. أنا لست بخطيبا فيكم، وإنما شخص منكم وإليكم، ولدت وترعرعت في جنانها وبساتينها، وتعلمت في مدارسها، وأكلت من ثمارها، وشربت من ينابيعها العذبة، وسبحت في بركها الدافئة. لذا ما قمت به لبناء مدرسة لطلاب بلدة بتير هو واجب علي وجزء بسيط لرد جميلها، ومدينا لها بأكثر من مدرسة متواضعة لطالما كانت بحاجة ماسة لها، وكذلك عربون محبة ومودة لبلدتي النموذجية التي أصبحت مدرجة على تاريخ التراث العالمي. فهنيئا لنا جميعا لهذا الإنجاز المرموق والجدير بالإعجاب بفضل الله وبفضل أصحابها النشامة الجدعان الغيورين على مصلحتها ورفعة مكانتها بين بلدات وطننا العزيز فلسطين. وختاما أحييكم وأرحب بكم ثانية، وأعدكم وعدا صادقا لا رجع فيه بأن أقوم بمشروع آخر لما تحتاجه البلدة إن شاء الله العلي القدير، لقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لذا أستميحكم عذرا بالدعاء لي بأن يقدرني الله على القيام بمشروع آخر. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لبلدتنا ووطننا فلسطين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بدي بس كلمة أخيرة، أنا بدي أعتذر من الجميع لأنه عندي أنا شغل في بيت لحم ولازم أرده، وألف مبروك وإن شاء الله دائما بنيجي ونسمع طبعا بنشارككم في هي شغلات في تبرعات وفي أفراح إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستوفة مرض فلسطين مع فقرة تراثية مع السيدة مريم معروف منا جميعا إلى الشهداء. حبيت بتراث شعبي فلسطيني بسيط من كل المتبرعين. الأوف أوف 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 ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله إحنا بنكون على كد الثقة اللي أنتم حاطينها فيه.